مسلسلات عراقية أنتجتها ام بي سي العراق. يلا حسن من طيبة. ها طيبة 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 وصاح رقم 4 منذ انطلاق قناة الام بي سي العراق وهي ترفدنا بمسلسلات رائعة جدا دراميا، وكانت ضمن هذه المسلسلات 8 مسلسلات قوية. شو تقول عمر؟ بنات صالح لأنه كان ترند أكثر. خلينا نشوف بنات صالح. بنات صالح ونعم هو أقوى احتمال لأنه السنة الماضية وكان من الأعمال الدرامية المميزة وظهرا بممثلات رائعات، فتحية لكل العاملين في مسلسل بنات صالح مثلما أيضا لطيبة طبعا. وانت تقدر تقرر مع من نذهب، معكم نلعب لو وياهم مع فريقي لانه اختصاصنا هذا هاي شلون مصيبه. تفضل اخ عمر وتفضل اخ حسن وبرافو. شكرا حسن، شكرا شكرا. شنو انتو شنو انتو؟ يلا عمر وراح اجي لعلي. من عمر الى علي. يا علي يا علي يلا. الماس مكسور. الماس مكسور. ايوه الماس مكسور رائع. وليث مسلسل من المسلسلات العراقيه التي انتجتها ام بي سي العراق خلال هاي السنوات الاخيره منذ انطلاقتها. ام بديله. ام بديله برافو رائع صح. يعني ما شاء الله الام بي سي العراق اول ما انطلقت باعمال وين تحجون نتاجات رائعه خاصه في الدراما العراقيه. وماجد يعني هو يعني عاد مثلا هو برنامج يعتبر مسلسلات عراقيه لا حد يحكي انتجتها ام بي سي العراق خلال هاي السنوات الثلاثه الاربعه. حامض حلو. حامض حلو خلينا نشوف. حامض حلو. حامض حلو هو برنامج كوميدي وليس مسلسل درامي. نتحدث عن الدراما، عن الأكشن، عن الفعل، عن 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 عن. وعمر مسلسل من المسلسلات العراقية التي أنتجتها قناة ام بي سي العراق. نشو خلصنا بعقلي. ها شنو؟ يلا ما لي علاقة أنا. بنات صالح، الماس مكسور، ام بديلة طيبة، وبعد. وأنت ممثل؟ راحن. وأنت خريج معهد ولا طالب أكاديمي؟ أنا ما أدري. باوع اللوحة. شلون راحن؟ يروحن. عمر يلا لا تباوع علي. خطأ.